قال المبعوث الأممي إلى سوريا استفندي مستورة إن الشهر القادم سيشهد بداية لتحولات نوعية في الأزمة السورية. وأضاف ديمستورا خلال كلمته في المؤتمر الصحفي حول الأزمة السورية أنه سيتم تأجيل المباحثات الفنية حتى تتمكن المعارضة السورية من التوصل إلى رؤية واضحة لخوض الحوار. وأكد المبعوث الأممي أن مباحثات أستانا ستعقد في نهاية أغسطس، مشيرا إلى أن شهر أكتوبر سيكون شهرا حاسما في الأزمة السورية، وأنه سيعقد في أكتوبر مؤتمر لتنظيم المعارضة المستقبلية.